قل أصابني مرض لا أعرف إن كان نفسيا أو وسواس، وهو أنني لا يمكن ولا أستطيع غسل يدي ووجهي إذا أردت الوضوء للصلاة، فماذا أفعل؟ هل أترك الصلاة أم أصلي وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. لا ندري ما السبب في كونها لا تستطيع، هل أن في وجهها ويديها جروح تتأثر بالماء أو مرض تتأثر بالماء، فحينئذ عليها أن تغسل الأعضاء الصحيحة وأن تتيمم عن الأعضاء التي لا تستطيع غسلها بالماء. أما إذا كانت لا تستطيع غسل وجهها ويديها لخلل في أعضائها من شلل أو غيره، فعليها أن تستعين بمن يقوم بتغسيل وجهها وكفيها إذا أمكن، وإذا لم يمكن فإنها تغسل ما تستطيع وتتيمم عن الباقي كما ذكرنا. جزاكم الله خيرا.